سامعينك يا دكتور يكملوا معايا معلش تطوعا عشان بس ما احسش ان انا بكلم نفسي. حاضر يا دكتور. شكرا جزيلا. اول السنه اتكلمنا على الانرجي افشنسي، وقلت لك ان في ميجرز بنعملها، في اكتيف ميجرز وفي باسيف ميجرز. الباسيف قلنا ان احنا بنغير الحاجه، نشيل القديم نحط الجديد، او نشيل الفلوريسنت نحط ليد، او نركب كاباستور بانك انجكت وخلاص، من غير ما مونيتور، من غير ما ميجر، ومن غير ما اعمل اناليسيز وديسايد ان انا هعمل حل ومونيتور للحل ده. بدانا نقول لا، انا الباور فاكتور كوريكشن ده لو انا حاطط عليه كنترولر اللي هو الفار لوجيك اللي بيحكم الكاباستور اللي داخل واللي خارج، كده ممكن نقدر نقول ان الباور فاكتور كوريكشن اتحول من باسيف ميجر لاكتيف ميجر. حصل الكلام ده ولا لا؟ حصل يا دكتور. المحاضرتين اللي فاتوا بدانا علمتكم حاجه مهمه الحمد لله ان انتم درستوها قبل ما تخرجوا، عن الاليوميشن انجينيرنج. عرفنا اللايتنج وفهمنا اللايتنج كويس، والطلب منكم طبعا الميجور تاسكس ان انت تمد ايدك في الدايلكس، تفهم الدايلكس ربع ساعه وتخرج الريبورت وتقدمه لي، بحيث ان انت تعمل لايتنج ديستريبيوشن على اريا معينه. وخدنا مثال على اللايتنج ديزاين وختمنا بيه، وان شاء الله في السكشن هيتحلل لك امثله ثانيه عن اللايتنج ديزاين. النهارده ان شاء الله هنبدا على الموتورز بالسبيد درايف. البرزنتيشن بتاعتنا الاوتلاين في البدايه لازم اراجع معاك على شويه حاجات مهمه تخص الموتور والميكانيكال لود بتاعه. الماركر الاحمر اللي انا عملته ظهر ولا لا؟ هات السلايد زي طيب. انا قلبت بس على الهوت سبوت، واضح ان النت زفت في البيت، معلش. الاوتلاين والماركر ظاهر العلامتين الحمر صح؟ ظهرت يا دكتور. يلا بينا. احنا البرزنتيشن بتاعتنا النهارده اللي بتتكلم على السبيد درايف الاوتلاين بتاعها، هنعمل انترودكشن للموتورز، ااكد على شويه معلومات كده على الموتور لازم تبقى عندك، وهديكوا فكره عن النيتشر اوف ميكانيكال لودز والتورك سبيد كاركترستكس بتاعت الانواع المختلفه من الميكانيكال لود. طبعا احنا عارفين الموتور ده الكتروميكانيكال اكويبمنت او الكتروميكانيكال ماشين، بتحول الالكتريكال باور لميكانيكال باور. ميكانيكال باور دي مش باخدها كده في الهواء، لا بوصل عليها ميكانيكال لود. فاحنا المفروض هنتعرف مع بعض على انواع الميكانيكال لود من ناحيه التورك سبيد كاركترستيك بتاعتها. بعد كده هنبدا نتكلم على مود مهم في الموتور لازم الموتور يشتغل اندر كنترول عليه، وهو مود الستارتنج. انتوا عارفين ان الموتور في الستارتنج بقى كارنت بتاعه عالي، فلازم اكنترول الكارنت ده علشان الستارتنج كارنت العالي ممكن يعمل لي تورك عالي، ممكن يعمل لي ميكانيكال بروبلم على الموتور اللي شغال. بعد كده النهارده هناخد البرنسبل، افهمك الثيري بتاعه السبيد درايف، والمحاضرتين المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا نتكلم على علاقه السبيد درايف بالانرجي افشنسي والهارمونكس والكلام ده، وهنبدا ناخد كيس ستاديز عن الابلكيشن بتاع السبيد درايف على الموتور. ده الاوتلاين بتاع المحاضره. اكمل يا شباب؟ ايوه مع حضرتك يا دكتور. خلاص احنا سينيور 2، كلنا لازم نكون عارفين ان الموتورز عندنا بتنقسم لاي سي موتور ودي سي موتور حسب السبلاي. لو دي سي سبلاي سوري دي سي بقول الموتور دي سي موتور، لو السبلاي اي سي بقول الموتور اي سي موتور. الاي سي موتورز في منها نوعين، في منها سينكرونس موتور وفي منها اندكشن موتور. السينكرونس موتور يتميز ان دايما بيمشي على سينكرونس سبيد او سرعه ثابته اسمها ان اس. الاندكشن موتور لا، بيروتيت بسبيد اقل من السينكرونس سبيد اسمها ان ار، وبيتغير السبيد بتاعه مع اللودنج عليه. اما السينكرونس موتور دايما بيلف بسرعه ثابته ان اس. لو كان انا محتاج باور قليله من الموتور بغذي الموتور بسنجل فيز سبلاي. انتوا عارفين طبعا ان الاي سي سبلاي او في الديستريبيوشن نتورك السبلاي الديفولت بتاعه اي سي، فلو الموتور انت عايز منه هورس باور قليله والميكانيكال لود خفيف عليه ممكن توصل له سنجل فيز سبلاي. اما لو الموتور الباور بتاعته انت عايز هورس باور عالي بتوصل له 3 فيز سبلاي.
المعلومه دي عندكم ولا لا، ان السبلاي ممكن يبقى سنجل فيز او ثري فيز؟ اه يا دكتور طبعا عندنا، احنا في البيوت بنشتغل سنجل فيز. بعض البيوت اللي هي فيها ويلفير ولا حاجة يقول لك انا هركب الميتر 3 فيز وهغذي 3 فيز، انما غالبا ريزيدنشالي السبلاي بيبقى سنجل فيز سبلاي. اما في الاندستري بنوفر سبلاي 3 فيز عشان الموتور والميكانيكال لود العالي اللي عليه، سواء بقى كان سينكروناس موتور او اندكشن موتور، كلاهما اي سي موتور. في منهم يا اولاد السنجل فيز والثري فيز، وانت فهمت يعني ايه سنجل فيز ويعني ايه ثري فيز، وامتى بستخدم ده ببساطه كده وامتى بستخدم ده. اما لو كان الموتور من النوع دي سي، اولا نوع الدي سي ده اول مشكله فيه ان مفيش افيلابيليتي للدي سي سبلاي. انا كتبت دي سي سبلاي، ظهرت ولا لا؟ اه ظهرت. الدي سي سبلاي يا اولاد ما هواش افيلابل. فاول مشكله من مشاكل الدي سي موتور والتطبيقات بتاعتها القليله اللي مش موجوده ما بنشوفهاش كتير، ان ما فيش افيلابيليتي للدي سي سبلاي عكس الاي سي سبلاي اللي هو متوفر عنه. خدته في الماشين او في الكونفرجن او بغض النظر مين درس لكم، اي دي سي ماشين فيها جزئين اساسيين، فيها ارمتشر ده الالكتريكال سيمبل بتاعه، صح ولا لا؟ اه تمام يا دكتور. فيها فيل، فيها ايه؟ فيل. ففكره اي ماشين في الدي سي ان في فيل، فيلد يا شباب، وفي ارمتشر. اتفقنا؟ علاقه الكونكشن ما بين الفيلد والارمتشر هو بيحدد نوع الدي سي موت. بمعنى لو كانوا هم سيبرت عن بعض زي ما انا راسم في الرسمه دي، فبنقول على الدي سي موتور ماله، ها ها سيبريتلي اكسايتد. لو كان في واصلين ببعض مثلا الكويل بتاع الفيلد هنا كده زي ما انا عملته كده، هو واصل بارلل مع الارمتشر ولا ايه؟ ايه الاخبار؟ ها؟ اه يا دكتور بارلل، بارلل مع الارمتشر، فبنقول ده شانت موتور. اما لو كنت عامله كده، انا بس انا اعتقد ان انتوا درستوا الكلام ده بس انا عايز اراجع عليه بقى، لو كان الفيلد سيريز مع الارمتشر بنقول عليه ايه؟ ها ها نقول عليه ايه؟ قولوا سيريز موتور. اما لو كان جزء من الفيل واصل شانت وجزء واصل سيريز بالشكل ده بنقول عليه كومباوند ايه؟ كومباوند موتور. لكل موتور الابلكيشن بتاعه، لكل موتور الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعه. الامر ما يسلمش ان الموتور ده حاجه مهمه، لان هو الموست كومن او الموست هيفلي اندستريال لود موجود عندي من وجهه نظر الديستريبيوشن نتورك. فدي انواع الموتور. تمام السلايد؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب انا هبقى مركز شويه مع الاندكشن موتور. ايش معنى الاندكشن موتور؟ الاندكشن موتور هو الموتور اكتر موتور موجود في الصناعه، وهو الموتور اللي هيفي ديوتي، وفي منه نوعين. في منه الروتور بتاعه سليب رينج، وفي منه الووند روتور يعني بيبقى ملفوف، وفي منه سكويرال كيج. عندكم معلومه بالسكويرال كيج اللي انا بقولها دي ولا لا؟ ها مظبوط. لا يا دكتور. طيب الروتور، لو انا جايب روتور عباره عن شافت، ركزوا معايا لو سمحتوا عشان انا مش هينفع تتخرجوا من غير ما تعرفوا اللي انا بقوله ده. ادي الشافت بتاع الروتور اللي هو هيلف. لو الروتور انا حافر فيه سلوتس، شايفين السلوت المجاري اللي انا عاملها على الروتور دي، شايفينها ولا لا؟ ها ايه، انا رسمت سلندر وحفرت فيها سلوتس. اه ظهرت دكتور. السلوتس دي لو انا بصوا كده، لو انا ماسك واير اهو، الواير ماسكه وبلفه وراجع هنا وبلفه كده وراجع هنا وبلف هنا وراجع كده، ومبيت الوايندنج ده في السلوتس، قول على ده ووند روتور. قول على ده ووند ايه؟ ها ووند روتور. اما لو ركزوا في اللي بقوله، انا جايب حلقه حديد وحلقه حديد بينهم بارات حديد برضو وملحومه في الحلقه بالشكل ده، قول على ده كويرال كيج. اتفقنا؟
فالاندكشن موتور اللي هو المستخدم الاكثر في الصناعه في منه نوعين، يا اما ووند روتور زي ما الدكتور شرح ان الوايندنج بيبقى متبايت في السلوتس، او سكويرل كيج. غالبا يا جماعه لو الموتور هيفي ديوتي بيشتغل في اوت دور وبيتحمل احمال ميكانيكيه كبيره، قول لي مين يستحمل، الروتور الووند ولا الروتور السكويرل؟ السكويرل. السكويرل طبعا، لان دي الحامات حديد. في الووند روتور ممكن الوايندنج بتاع الماشين يخرج من السلوتس يا جماعه ويحصل عندي مشكله كبيره في الموتور، والموتور يحصل له ستاك ويبوظ عندي. اما لو الموتور بتاعي هيفي ديوتي وشغال فترات كبيره في ال 24 ساعه، يبقى احسن لي ان انا اشغل ايه، سكويرل كيج. يبقى المعلومه اللي انا عايز اقولها في السلايد دي ان الموست كومن يوزد في الصناعه انه نوع من انواع الموتور، مش الدي سي يا جماعه ولا سينكرونس موتور. اشهرهم هو مين؟ الاندكشن. الاندكشن موتور. طيب الاندكشن موتور بيبقى ليه دايره ستيتور ودايره روتور، دايره للستيتور ودايره للروتور. وزي ما درسونا في الماشين المفروض ان السبلاي بتاعي بيوصل على مين؟ بيوصل على الستيتور، وباخد الحركه بتاعتي من مين؟ روتر. يبقى بي الكتريكال بتبقى داخله على الستيتور، وبي ميكانيكال بتبقى خارجه منين؟ من الروتر. طيب عايزين نتعرف على الباور فلو في الموتور. البي الكتريكال دي اما بدخلها على الستيتور ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الستيتور ده بيبقى ليه وايندنج، وبيبقى ملفوف الوايندنج ده على ايرن يخص الستيتور. فاول حاجه جزء من الالكتريكال باور اللي انا مدخلها دي اللي هي البي انبوت بتاعه الموتور بيضيع في مين؟ ها، الكابر لوس بتاع الستيك. وجزء بيضيع نتيجه الهستيريسيس والايدي في مين يا اولاد؟ ها، الايرن لوس بتاع الستيك. واحنا عندنا معلومه ان الروتور بيبقى كده وحوالين الستيك، وبيبقى بينهم الثيكنس ده حاجه في الماشين معرفش درستوها ولا لا، ان شاء الله درستوها، يعني اسمها اير جاب. اسمها ايه؟ ها الاير جاب. الاير جاب ايه اللي بيحصل؟ انا بحط السبلاي بتاعي بيعمل فيلد، الفيلد علشان يشغل الروتور بيعدي ثرو الهواء اللي انا حاطه ده، السيكنس اللي قدامك ده. يبقى الروتور بيبقى متبيت في قلب الاستيتور وبينهم اير جاب. بعد ما الباور اللي داخله جزء منها بيضيع في الكبر وجزء منها بيضيع في الايرن، بيبدا يعبر الباور دي في صوره ماجنتيك فلكس ثرو ما يسمى بالايه، ها، بالاير جاب. انا عندي هنا الاير جاب دي هي الباور اللي داخله على الروتور. طب الروتور ده ممكن يبقى من نوع الووند اللي ملفوف، فيبقى فيه برضو ايه، ها، انطقه في ايه، كبر لوس. متفقين؟ تمام. يبقى الكبر لوس اللي فوق ده يخص الستيتور، والكبر لوس اللي تحت ده يخص ايه، ها، يخص الروتر. طب مين يقول لي هو انا لو محتاج احسب اللوسز بتاعت الكبر دي بحسبها ازاي؟ قولوا اي سكوير بتاع الستيت مضروب في الار بتاع يديك الباور لوس بتاعت الكبر لوس في الستيت. نفس الكلام اي روتر سكوير في الار بتاعت الروتر يديك الكبر لوس بتاع مين؟ بتاع الروتر. طيب حضرتك كده الجاب باور اللي اتنقلت من الستيتور للروتر جزء منها ضعف الكبر لوس جوه الروتور. طيب حضرتك دلوقتي الموتور ده الشافت بتاعه بيبقى متحمل ميكانيكالي ولا لا؟ طيب هل الشافت ده انا بلففه كده ولا ببقى محمله على بيرنج اللي هو رولمان بيلي؟ بيرنج. طب ده بيعمل فريكشن ولا ما بيعملش فريكشن؟ بيعمل فريكشن صح؟ ايوه. الفريكشن ده نوع من انواع الميكانيكال لوس ولا لا؟ ايوه نوع من انواع الميكانيكال لوس. الباقي بقى من الباور دي كلها هو ده الميكانيكال باور، الميكانيكال لود اللي واصل بيشوفها. اتفقنا؟ يبقى دي البي ميكانيكال نت اللي خارجه. لو انا بقى سالتك يا باشمهندس قول لي الافشنسي بتاعه الموتور ده بكام، هتقول لي ايه على ايه؟
نت اوتبوت ميكانيكال على الانبوت باور. طيب انا بقى لو عملت اي حاجه في السكه في الديزاين بتاعه الماشين تقلل لي اللوسز دي، يبقى انا بضمن ايه؟ ها ان الافيشنسي جرالها ايه؟ تزيد. يبقى رحله الباور فلو في الاندكشن موتور اراجع عليها تاني لو سمحتوا. انا بدخل انبوت باور، انبوت باور جزء منها بيضيع في الكبر بتاع الستيتور، وجزء منها بيضيع في كهستيريسيس وايدي لوسز في الايرن بتاع الستيتور. بعد كده بتعبر الباور دي في صوره ماجنتيك فلوكس ثرو الاير جاب من الستيتور عشان تبقى ابلايد على الروتور. الروتور لو هو ووند بيبقى فيه عندي كفر لوس، كمان بيبقى فيه لوسز ثانيه على الروتور، لان الروتور ده بيبقى واصل بالميكانيكال لود، ففي فريكشن بيحصل وشويه لوسز بتحصل نتيجه الميكانيكال فريكشن اللي موجود عندي. بعد ما ده كله يضيع يفضل عندي بقى النت ميكانيكال باور اللي انا واخدها من الموتور. لو قسمت النت ميكانيكال باور على الانبوت باور يديك الافيشنسي بتاعه الموتور. الكلام ده عليه مسالتين ثلاثه ان شاء الله دكتور محمد هيشرحهم لكم في التيوتوريال. يبقى الباور فلو لازم تكون فاهمه كويس بتاع اي موتور. لحد كده في مشاكل ولا كمل؟ كل ده انا بعمل انترودكشن عن الموتور. اكمل دكتور؟ تمام دكتور. طيب قبل ما اخش على السبيد درايف والكلام ده كله، لازم تتعلم كويس ان الموتور ده ليه ثلاثه مود اوف اوبريشن. اول مود اوف اوبريشن اول ما تستارت السبلاي وتوصله على الموتور. اي موتور في الدنيا بيبقى ليه ستارتنج كارنت عالي، مين فيكو يعرف ليه؟ يعني دايما كده اما ببدا اشغل الموتور بتاعي الستارتنج كارنت بيبقى عالي، مين فيكو يعرف ليه؟ طيب بصوا يا شباب تقريبا كنت اقول ممكن عشان في الاول خالص بيبقى التورك عالي قوي. لا ليه بقى؟ على فكره التورك بيبقى عالي عشان الستارتنج كارنت عالي، لان التورك بتاع الموتور بيربورشنال مع مين؟ ها مع الكارنت بتاعه، عشان بيحصل الماجنتايزيشن للفيلد للفيلد كويل للروتر. لا برضو لا، انت راجل انجينير لازم يبقى عندك النو هاو هو ليه دايما الموتور الستارتنج كارنت بتاعه عالي اللي هو باك اي ام اف او كده. ايوه جدع، ليه علاقه بالباك اي ام اف، محاول اشرحها. طب يا دكتور على فكره مطلوب مني ان انا سيطر على الموتور في مود الستارتنج ده. بعض الاحيان زي ما زميلكو قال الستارتنج كارنت العالي هيعمل لي تورك عالي، فالتورك العالي ده ممكن اكون انا مثلا عايز الف في سير، والسير ده عليه ازايز ادويه بتتعبى، فلو انا بدات بستارتنج كارنت عالي التورك هيبقى عالي، يحصل هزه جامده للسير يوقع المنتج من عليه، صح ولا لا؟ قولوا صح. صح يا دكتور. صح دكتور. وبالتالي انا ببقى دايما محتاج ان انا اكنترول الستارتنج كارنت ده. انا هشرح لك ببساطه هو ليه الستارتنج كارنت بيبقى عالي. هاخد مثال الدي سي موتور. الدي سي موتور بيبقى الارمتشر، بحط انا الفي ارمتشر الفولت بتاع السبلاي اللي عندي، يبقى الارمتشر ده انا عارف انه له ريزيستنس اسمها ار اي، وبيبقى الارمتشر نفسه اللي بيلف اهو، شايفين ولا لا؟ على الوايننج بتاع الروتور قبل ما بتشغل الموتور وبيمشي كارنت اسمه اي اي، بيبقى في عندي هنا باك اي ام اف على الارمتشر، شايفين ولا لا؟ قلت له ما فيش حاجه باينه عندي، بس ما اعرفش ده عنده كله ولا ما. طب اما تظهر دايره الارمتشر والدايره الكهربائيه اللي انا رسمها قولوا لي. انا يا جماعه مشغل هوت سبوت، انا مش مشغل الواي فاي. ما هو الصوت كويس بس مش عارفه ليه الشير سكرين معلق. ايه ده؟ يعني انا دلوقتي على انا سلايد معاكم موتور ويت افيشنت اوبريشن. موتور موتور ايه ويز افيشنت اوبريشن صح؟ عايزين نخلي المحاضرة اون كامبس يا دكتور. حاضر يا حبيبي، ان شاء الله السنة الجاية ما تروحوا تشتغلوا اجي لكم الشركة بتاعتكم ادعيها لكم ان شاء الله. الو ايوه دكتور. ايوه دكتور. طيب ادي ده يا جماعة الفي بتاع السبلاي اللي انا بحطه اللي هو في ارمتشر، شايفينه انا معلم عليه دايرة، ظهر ولا برضو لا؟ ظهر
الفي ارمتشر ده اما بابلاي ليه على دايره الارمتشر، الارمتشر اللي بيلف ده بينشا على اطرافه حاجه اسمها باك اي ام اف. خدتوا الكلام ده في الماشين والكونفرجن ولا لا؟ ايوه. علمونا ان الباك اي ام اف دي بروبورشنال مع الفلكس اللي جاي من الفيلد اهو، وبروبورشنال كمان مع السبيد، صح ولا لا؟ ايوه. ومش كده بس، احنا اتعلمنا ده كمان من دكتور وليد في الكنترول، في مادة الكنترول. المهم مين شاطر يقول لي الاي اي الكارنت بتاع الارمتشر بتاع الموتور بكام؟ من كي في ال. برافو عليكم. بفي اي ناقص الاي باك مقسوم على مين؟ على الريزيستنس بتاعه الارمتشر، صح ولا لا؟ صحيح. مين يقول لي ات ستارتنج الان بتبقى بكام؟ انا كتبت على فكره الان بكام؟ زيرو. طب بما ان ان بزيرو يبقى الاي باك بكام؟ زيرو. فيبقى الاي اي بيبقى عالي ولا صغير؟ عالي. عالي ليه؟ لان لسه ما تكونتش الباك اي ام اف اللي تحجم الكارنت، فبيبقى الكارنت بالفي اي على الار اي على طول. لما الموتور يبدا يلف الان هتتواجد، صح؟ فالاي باك تتواجد، فالكارنت يرجع تاني ايه يا شباب؟ ها يقل. يبقى حضرتك عرفت مني بالسيركت وبالكي في ال وبالكنترول اللي احنا درسناها هو ليه الموتور الستارتنج كارنت بيبقى عالي. طب الستارتنج كارنت ده خطر لازم نقلله؟ اه لازم نقلله. لازم يبقى في طريقه للموتور شغال بيها بكنترول الستارتنج كارنت ده، اه وهنتعلمه النهارده. فاول مود للموتور حاجه اسمها مود الستارت. خلص ولا 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 صعب؟ لا تمام يا دكتور. والله يا بنتي كتر خيرك والشباب اللي بيرد عليا. تمام. تاني مود في التشغيل اللي هو مود الستيدي ستيت. مين مود الستيدي ستيت ده؟ حد يقول؟ اللي هو الموتور شغال عادي بقى، يعني الموتور حصل الستارتنج خلاص والميكانيكال لود واصل عليه وبيلف بسرعته العاديه. ممكن الموتور في الحاله دي بيبقى فيه حاجه اسمها جيركينج تورك. ايه الجيركينج تورك ده؟ لو انا مثبت الموتور بطريقه مش مناسبه، لو انا مش مربط على الموتور كويس في نقطه التثبيت بتاعته، وممكن الموتور وهو بيلف يحصل له رعشه كده. يحصل له ايه؟ ها رعشه. فلازم الكلام ده اخد بالي ان الموتور في الستيدي ستيت، المقصود بالستيدي ستيت ان الموتور حاله التشغيل بتاعته نورمال اوبريشن، ودي ممكن يبقى فيها شويه جيركنج. ايه جيركنج تورك. اما المود الثالث للموتور هو مود الاميرجنس. مود الاميرجنس ده احط تحتيه 100 خط لانه ليه علاقه بالبروتكشن. ليه علاقه بايه يا اولاد؟ البروتكشن. البروتكشن. الموتور بتاعي ممكن يبقى ساحب كارنت اكتر من اللازم، فبنقول حاصل له ايه؟ ها اوفرلود. ممكن واحد يعمل وايرنج غلط في الموتور ويحصل شورت سيركت، فالكارنت بتاع الموتور يبقى ايه؟ ها عالي جدا جدا. ممكن واحد تاني يوصل ميكانيكال لود اعلى من اللي اللود يقدر يشيله، فبرضه في الحاله دي هتسمع ان هي ايه يا اولاد؟ ها اوفرلود. ممكن واحد رابع يشغل الموتور بس الفولت يقل نتيجه اي عطل ما، الفولت يقل. بالمناسبه لما الموتور الفولت بتاعه يقل التورك بتاعه هيقل قوي، فكده الموتور يبقى عنده مشكله ايه؟ اندر فولتج. الاندر فولتج ده بيسمع ان التورك ايه عالي. كل دي اكسترنال فولتس ممكن يتعرض لها مين؟ الموتور. لو الموتور شغال وهو متعرض لاي فولت من دول بنقول شغال في مود ايه يا شباب؟ ها 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 الاميرجنس. مين بقى يتدخل؟ لازم البروتكشن سكيم يتدخل في الحاله دي عشان يحمي الموتور ويفصل عنه السبلاي. فببساطه كده انا طولت شويه في دول بس دول مهمين. لازم تتعلم ان الموتور فيه ثلاثه مود للتشغيل: مود الستارتنج، مود الستيدي ستيت، ومود الاميرجنس. واضح؟ اه دكتور. واضح يا دكتور. طيب
امتى اقول ان الموتور محقق انرجي افيشنسي؟ اول حاجه لما الموتور ريتنج يتناسب مع الميكانيكال لود بتاعه. تعالوا نترجم، فاكرين السؤال اللي جه في الامتحان اللي بقول لك ارسم الافيشنسي بتاع الموتور مع التحميل؟ ايوه. مش احنا اتفقنا مع بعض ان الموتور المفروض يتحمل من 75-90% عشان يبقى efficient ويبقى الافيشنسي بتاعته عاليه واللوسز تبقى قليله؟ مظبوط. فما ينفعش اجيب موتور مثلا 2 هورس باور عشان يرفع لي ميه للدور الاول، صح؟ مظبوط. ما ينفعش اجيب موتور ريتنج بتاعه عالي قوي 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 والميكانيكال لوب بتاعه صغير قوي قوي قوي، كده الموتور دايما هيبقى شغال بافيشنسي قليله واللوسز هتبقى ايه؟ ها عالي. صعبه النقطه دي؟ شرد. لازم كمان عشان تقول ان الموتور محقق انرجي افيشنسي لازم تليمت الستارتنج كارنت العالي اللي احنا اتفقنا عليه. لازم كمان الموتور دايما اكون عامل كنترول على السبيد بتاعته وبالتبعيه على التورك بتاعه، وده بيحصل اكوردنج لطبيعه اللود اللي واصل عليه، وغالبا التورك سبيد كنترول ده بنعمله بمين بقى؟ ها 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 بالسبيد درايف. لازم كمان الموتور البلوة اللي عندنا ده اللي هو مطلع عينينا في شبكات التوزيع والأحمال، لازم الموتور يشتغل والباور فاكتور بتاعه يبقى ايه؟ يبقى عالي، صح ولا لأ؟ مظبوط. طيب كمان لازم تاخد بالك كويس ان الموتور لو الانفايرمنت او الشبكة اللي واصل عليها انجكت هارمونيكس، الهارمونيكس ده كارنت زياده عن الكارنت اللي الموتور واصل عليه، فبيعمل تورك مختلف عن اللي الموتور المفروض يشتغل عليه، فبيعمل عندي شويه مشاكل والموتور تلاقيه بيتهز في مكانه كده وبيترج رجه جامده قوي كده، بس مش نتيجه التثبيت المره دي، ده نتيجه مين يا اولاد؟ ها ها ها، معلش عشان خاطر يرد، نتيجه مين يا جماعه؟ هارمونيكس. الهارمونيكس اخر حاجه او اخر شرط عشان اقول الموتور ده افيشنت وبيحقق انرجي افيشنسي عالي ومحقق الحاجه اللي انا عايزها، ان لازم تعمل بروتكشن للموتور ده يا اولاد. والبروتكشن بتاع الموتور بيتم عن طريق حاجه اسمها ام سي سي، وفي اوروبا والدول المتقدمه وصلوا لمرحله الاي ام سي سي. مين يعرف ام سي سي اختصار ايه؟ موتور كنترول سنتر تقريبا. اشكرك. واي ام سي سي اختصار ايه؟ ما عنديش معلومه. انتليجنت موتور كنترول سنتر. اتفقنا؟ ايه الفرق بين الموتور كنترول سنتر والانتليجنت موتور كنترول سنتر؟ كلاهما لوحه بروتكشن بشتريها من شنايدر او اي بي بي او سيمنز او اي بي بي او 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 جنرال الكتريك او او او. لوحه البروتكشن دي فيها الديفايسز اللي لما المود يخش في الامرجنسي بتاع الموتور لازم الموتور اقطع عنه السبلاي، يبقى اكيد في جواها مين في البدايه؟ طاقه. سيركت بريكر. اكيد جواها سيركت بريكر، وممكن يبقى جواها حاجه اسمها ثيرمال اوفرلود ريلي، وجواها الكونتاكتور اللي بيشغل الموتور، وجواها الفيوز اللي بيحمل الموتور، وجواها كذا وجواها كذا. بص لو انا حاطط يا دوبك البروتكشن ديفايسز بتاعتي بس في اللوحه بقول عليها ام سي سي اللي هي موتور كنترول سنتر. اما لو اللوحه دي كان فيها مثلا باور ميتر، فالباور ميتر ده بيقدر يقيس الداتا كامله بتاعه الموتور، والباور ميتر ده انا مركب عليه كارت الكوميونيكيشن بتبعت على السكادا كده، انا اقدر عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول ان انا اغير في الموتور، اشغل الموتور، امونيتور الموتور، اعرف حاله الموتور ايه، الكارنت بتاعه ايه، الفولت بتاعه ايه، التورك بتاعه اخباره ايه. لو في اي حاجه بعمل بيها كوميونيكيشن وبعمل سندنج الداتا وحاجات كده بقول عليها ايه بقى في الحاله دي؟ ها ها اي ام سي سي. اي ام سي سي بس كده يا دكتور؟ لا، لو مركب باور ميتر يبقى الموتور كنترول سنتر بقى انتليجنت. طب لو انت مركب سوفت ستارتر، برضو مع بعض النهارده، ايه السوفت ستارتر ده؟
حاجه الكترونيك عن طريقها بقدر ليميت الستارتنج كارنت، اقدر اقلل الستارتنج كارنت اللي الموتور بيبدا بيه عالي. برضو دي حاجه الكترونيك حاجه فانكشنز ام سي سي فكده الام سي سي تتحول تبقى انتليجنت موتور كنترول سنتر. كمان افرض ركبت في اس دي فاريبل سبيد درايف، الفاريبل سبيد درايف ده بيكنترول التورك والسبيد بتاعت الموتور، وعن طريقه اقدر اشغل الموتور على سرعات مختلفه طبقا للابلكيشن المختلفه اللي بشغلها عليه. فده برضو لو انا عندي اللوحه بتاعتي العاديه ركب عليها باور ميتر او ركب عليها سوفت ستارت او ركب عليها سبيد درايف وفي اي كوميونيكيشن بروتوكول باخد منه داتا او بدي داتا للموتور، بقول اللوحه اسمها ايه بقى؟ ها اي ام سي سي. يبقى انت سمعت من دكتور وليد ان بعض الاحيان لوحه البروتكشن بتاعه الموتور بتبقى انتليجنت. المقصود بانتليجنت ان انا مركب اي حاجه اوتوميتد، ان انا مركب حاجه فانكشناليتي زياده، ان انا مركب سوفت ستارت، ان انا مركب سبيد درايف كده يعني. واضح؟ انا بدخل. تمام. يبقى حضرتك السلايد دي في منتهى الاهميه، خدنا فيها حاجتين ايه وايه؟ قول ايه وايه؟ المود اوف اوبريشن بتاع الموتور وال وايه الكاركترستكس يعني ان انا اجيب على فكره الكلام ده مهم، والكلام ده انت ممكن تشتغل بيه. المهم طب يا دكتور تمام، انت عمال ترجع للموتور بقى، كلمنا شويه على الميكانيكال لود بتاعه. احنا متفقين مع بعض ان الموتور اهو بياخد كهربا، باخد منه ايه؟ ها بيميكانيكال. بيميكانيكال ده بقى اشغل بيها بام، اشغل بيها فان، اشغل بيها سير، اضغط بيها فريون يسقع، اعمل بيها اي حاجه. اتفقنا؟ الميكانيكال لود عندي زي ما درسته مع الناس المجانين بتوع ميكانيكا بتتصنف اكوردنج للتورك سبيد كاركترستيك بتاعتها. بالمناسبه اللي انا مشغله ده التورك سبيد كاركترستيك بتاعه اللود، ملهاش دعوه بتاعه مين؟ ها الموتور. ممكن اسالكوا سؤال عشان انا ما بصيتش قوي على اللائحه بتاعتكم، انتوا درستوا ماشين ولا لا؟ ايوه دكتور. طب مين شاطر يقول لي ايه ده؟ تورك سبيد بتاعت مين؟ الموتور. طيب زي ما الموتور ليه تورك سبيد كاركترستيك، ودي على فكره بتاعت الاندكشن موتور لان هو ده اللي موجود في الصناعه، اللود الميكانيكال اللي واصل على الموتور ليه تورك سبيد كاركترستيك. في منها اربع انواع، يا اما التورك بيبقى كونستانت عند اي سرعه، شايفينه ولا لا؟ اللي هي كاركترستيك واحد، وده زي الهويستنج والكونفير بيلز. يا اما ركزوا معايا لو سمحت، التورك بيزيد لينيرلي مع السرعه زي الابلكيشن بتاعت الفوليومتريك بامبس اللي هي الميكانيكال لود، مشهور كده حاجه اسمها فوليومتريك بامب. يا اما التورك بيزيد على بارابولا اجينست السبيد، انا بتكلم على اللود ها اللي هو كاركترستيك 3 ودي زي الفانز. يا اما العلاقه بين التورك والسبيد هايبربوليك، هايبربوليك يعني كل لما السرعه تزيد التورك ايه؟ ها ها قولوا ايه؟ يقل. زي مين دي يا جماعه؟ زي المكن اللي بنلف عليه الخيط والقماش، زي الماشين تولز، زي المخرطه اللي احنا بنشتغل عليها والفرايز والكلام بتاع الميكانيكا ده. كل الموتور عندي بتشوف اي نوع من الاربع انواع دول، يا اما كاركترستيك واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه. فاكوردنج للنيتشر بتاعت التورك سبيد بتاعت الموتور، زي مثلا بصوا يا اولاد مثلا ايه رايكم في الكاركترستيك دي؟ فده اللود وده الموتور، صح ولا لا؟ شايفينهم ولا لا؟ ايوه. لما بتركب الكاركترستيك بتاعت الموتور على اللود كاركترستيك تورك سبيد كاركترستيك،
بتعرف الموتور هيشتغل على سرعة قد ايه وتركة قد ايه. منين اجيبهم؟ اهي شايفينها ولا لا؟ ايوه تمام يا دكتور. ادي الان اللي هيلف بيها الروتور، ودي ها التورك اللي انا هاخده منين؟ من الموتور. طب افرض مثلا يعني الكاركترستيك قطعت في نقطتين، يعني اللود راح قطع هنا وقطع هنا، انهي نقطه فيهم بتبقى شغاله يا اولاد؟ بدراسات الاستابيليتي اثبتوا ان النقطه البعيده دي هي اللي الموتور هيشتغل عليها. المهم اني الموتور هيديني تورك قد ايه وسرعه قد ايه، ده بقدر اعرفه ان انا اعمل كلاسيفيكيشن للود اللي عندي وارسم التورك سبيد كاركترستيك بتاعته واوقعها على التورك سبيد كاركترستيك بتاعت مين؟ ها الموتور. فبالتالي هعرف الموتور ده بيشتغل على تورك قد ايه والروتور بتاعه بيلف على سرعه قد ايه. متفقين؟ تمام. طيب حلو قوي. يا دكتور وعدتنا ان احنا هناخد شويه في المود بتاع الستارتنج ده. مين يعرف ازاي اعمل ستارتنج في 3 فيز اندكشن موتور؟ سمعنا يا دكتور ال 3 فيز اندكشن موتور اللي انت معلق عليه ده هو ده اشهر لود في الصناعه. مين يعرف طرق الستارتنج بتاع 3 فيز اندكشن موتور؟ دايركت اون لاين. ايوه في دايركت اون لاين وفي الستار دلتا وفي السوفت ستارتر. في السوفت ستارتر وفي الاسي درايفز. هاي اللي انت قلته ده هو اللي انا هراجع معاكم دلوقتي عشان انا عايزه. درستوا كلكم؟ حد ما يعرفش يا جماعه الدول اللي هي الدايركت اون لاين والستار دلتا ستارتر والسوفت ستارتر والفاريبل سبيد درايف؟ دول هم دول طرق الستارتنج بتوع الاندكشن موتور. كلكم تعرفوهم ولا لا؟ هراجع عليهم بسرعه. طب قولوا لا، قولوا اه. لا دكتور ما اعرفش. تعرف تستهبل شكلك. المهم لو انا يا جماعه جبت الموتور بتاعي شايفينه ولا مش شايفينه؟ وده السبلاي. ده السبلاي. ادي البارات اللي هي 3 فيز اللي الموتور بيتغذى منها. على فكره البارات دي بتبقى واصله على لوحه. اتفقنا؟ البارات دي مع الكيو 1 ده مع الاف 1 ده مع الكي ام 1 ده مع الاف 2 ده كل دول بيبقوا جوه لوحه كده. انا لسه مسميها من 5 دقايق ايه اللوحه دي؟ ها؟ MCC. وهدردش معاكم شويه على الاليمنتس اللي موجودين دول. واعتقد ان انا جبت لكم السيره دي قبل كده. مين ده؟ لو لقيت سويتش عامل كده يبقى ده اسمه ايه؟ كونتاكتر. مين يعرف ايه ده؟ نورمال اوبن. ده ايه؟ ايوه ايه ده؟ طب خلاص هسال السؤال بشكل تاني. طب مين يعرف ايه ده؟ لوب بريك سويتش. طب مين يعرف ايه ده؟ على فكرة ركزوا عشان اللي انا بقوله ده مهم يكونوا عارفينه يلي هتناقشوا مشاريع كمان شهر. طب مين يعرف ايه ده؟ ده سيركت بريك. ده سيركت بريك. طيب مين يعرف ايه ده؟ الفيوز. يعرف كده. كنت اكتب فيه. اي. طب بصوا بقى ركزوا مع الدكتور بتاعكم. لو لقيتوا الرمز ده زي ما انتوا قلتوا ده سيركت بريكر. دوره ايه؟ بروتكشن. من ايه وايه؟ من الاوفرلود. اوفرلود ولا شورت سيركت؟ شورت سيركت. الا اذا كان راكب عليه بقى بروتكشن ريلي بفعل له فانكشنز زياده غير دول. ماشي؟ تمام.
فده رمز السيركت بريكر. ده زي القطر انت قلت اهو، برافو عليكم، ده رمز مين صح؟ ها الفيوز. وغالبا الفيوز ده بيبقى الغرض منه شورت سيركت بروتكشن. ماشي تمام. الرمز ده بقى اللي هو المربع اللي انا عامله ده، ده اولاد حاجه اسمها ثيرمال اوفرلود ريلي. هو ينفع ان انا عشان احمي موتور احط له فيوز كده واسيبه، ولا الفيوز هيحميني من ايه؟ انطقه من ايه؟ ها الشورت سيركت. لازم احط بعديه كمان ايه؟ ثيرمال اوفر لود ريلي. اتفقنا؟ يبقى ده يحميني من ايه؟ الشورت سيركت. وده يحميني من ايه؟ ها الاوفرلود. ها الاوفرلود. حد كده حبايب؟ تعالوا بقى في اللي معظمكم مش عارفين، انما الناس اللي اتدربوا في شركات بتاعت لوحات ان شاء الله عارفين. مين ده بقى؟ ده اولاد حاجه اسمها ايزوليتور. يعمل ايه الايزوليتور ده؟ ممكن هشرح كده حاجة على هنشوف في سلايد فاضية شوية. هشرح هنا على جنب، تسمحوا لي؟ سلايد باينة؟ تمام. بص يا باشمهندس، لو ده موتور لازم الموتور ده ما ينفعش اوصل منه للسبلاي على طول. ادي الموتور اهو، لازم احط في السكة الاول البتاع ده اللي هو الدكتور سماه ايزوليتور، وهقول لكم ايزوليتور يعني ايه. لازم احط بعد الايزوليتور البتاع ده اللي هو مين ده؟ ها ابو كروس ده سيركت بريكر. بعد السيركت بريكر لازم احط البتاع بنص دايره ده اللي هو عامل كده، وده اسمه ايه؟ ها كونتاكتور. لو السيركت بريكر بيحمي من الشورت سيركت بس، يبقى لازم احط ايه؟ ها اوفرلود ريلي. لو السيركت بريكر بيحمي من الاوفرلود والشورت سيركت، مفيش داعي ان انت تحط ايه يا باشمهندس؟ اوفرلود ريلي. اتفقنا؟ ممكن بعد اذنكم تركزوا معايا قوي. السيركت بريكر طبيعته نورمالي اوبن ولا نورمالي كلوزد؟ كلوزد. نورمالي كلوزد صح؟ طب قول لي كده في سكه السبلاي عشان يعدي كارنت، الايزوليتور اللي الدكتور حطه في الاول ده اوبن والسيركت بريكر كلوزد والكونتاكتور اوبن. اتفقنا؟ عايز اشغل الموتور، مين يعرف اعمل ايه؟ اقفل مين الاول؟ ايزوليتور الكونتاكتور. بصوا بقى، الاول بقفل الايزوليتور خلاص كده، بعد كده باجي بدايرة الكنترول بتاعتي او مشغل السولونويد اللي يزق الكونتاكتور يشغله. اتفقنا كده؟ يمشي مين؟ يمشي الكارنت. اول ما يمشي الكارنت اعمل لي تورك، فالموتور هيشتغل تمام. الموتور اشتغل وجه الوقت ان انا افصل الموتور عشان ادخله صيانة، عشان ادخل الموتور ايه؟ ردوا عليا صيانة. فانا دلوقتي عايز افصل الكارنت اي عن الموتور عشان البني ادم ده يروح يعمل له صيانه. ايه اللي بيحصل بقى حضرتك؟ بنفصل مين؟ ها الاول الكونتاكتور. اتفقنا؟ كده الكارنت بقى كام؟ لا ما ردوا عليا عشان انا بقول حاجه. طيب كده الموتور مش شغال، فالراجل ده عيني لقى الموتور مش شغال فيخش يعمل صيانه في الموتور، ابص الاقيه مشتح لي وعامل لي كده. ايه اللي حصل له؟ يكون في شحنات اظن، او لسه مش كله يعني. المفروض افتح الايزوليتر وقت الصيانه اظن. الراجل جرى له ايه؟ وانا كاتب ايه؟ مات. الراجل مات يا جماعه. هات يا دكتور، ايه السسبنس اللي انت معيشنا فيه ده؟ بصوا بقى يا رجال، كل اللي انا رسمه ده سواء كان سويتش او كونتاكتور او سيركت بريكر او ايزوليتور، كل دول احنا بنسميهم سويتشنج ديفايسز. بنسميهم ايه؟ ها ها
سويتشنج ديفايس. اي سويتشنج ديفايس ركزوا معايا يبقى فيه دايما فيكس كونتاكت وموفينج كونتاكت. دي فيكسد ودي ايه؟ ها موفينج. لو الفيكس كونتاكت كده والموفينج عليها كده يبقى ده هيوصل ولا مش هيوصل؟ هاي. طيب دايما بين الفيكس كونتاكت والموفينج كونتاكت بيبقى فيه جاب هوا. شايفين التخانة اللي بينهم دي ولا لأ؟ ده هوا. المعلومة اللي انا عايز اعلمها لك يا باشمهندس ان الكونتاكتور ده اللي انا بوصل بيه الموتور وبفصل بيه الموتور المسافة بين الفيكس كونتاكت والموفينج كونتاكت صغيرة جدا جدا جدا، يعني ممكن تبقى نص ملي او واحد ملي. اتفقنا؟ فحضرتك عملت ايه؟ فصلت والكارنت بقى صفر انما المسافة الكونتاكتور اللي فاصل الدنيا ده جواه فيكس كونتاكت وموفي كونتاكت المسافة بينهم انطاق ومالها صغيرة صح ولا لا؟ تمام. طب افرض ان حصل على الباسبار او السبلاي اللي مغذي الموتور ده اوفر فولتج، يعني الفولت بدل ما كان مثلا 2.2 كيلو فولت حصل فولت سيرج وراح صاد اللي كده اتخبط بامبلس ولا حاجه والفولت بقى 10 كيلو فولت. ال 10 كيلو فولت دول ممكن ينجحوا ان هم يعملوا ايه في المسافه الصغيره دي؟ زي ما درسته في الهاي فولت ارك يعمل ارك يعملوا ارك ويكسروا الهواء ده. فما هيعدي ارك هنا الراجل هيتشيع ولا مش هيتشيع؟ هيموت صح ولا ايه؟ يبقى الحل ايه بقى؟ ان انا بعد ما اوبن الكونتاكتور، شايفين البتاع اللي فوق ده؟ لو ده شايفين ولا مش شايفين؟ ايوه. بعد ما تاوبن الكونتاكتور يا باشمهندس تقوم تعمل اوبن كمان للايزوليتور. ايه الايزوليتور بقى؟ ركزوا كده، هو برضو سويتشنج ديفايس، هو فيكس كونتاكت وموفينج كونتاكت، بس بص المسافه بينهم عامله ازاي. صح، مسافه كبيره ولا صغيره؟ كبير. ففي الحاله دي حصل ايزوليشن ما بين السبلاي فوق واللود تحت، وعملت جاب هواء كبيره. اي اوفر فولت السيرج يحصل مش هيقدر يكسر تخانه الهواء الكتيره دي، فيحمي لك مين؟ الراجل المشغل ده. اتفقنا؟ طب يا دكتور ايه الوش ده؟ ايه الوش ده؟ هقول لك على فرق مهم جدا بين الكونتاكتور والايزوليتور. الكونتاكتور تقدر توصله على كارنت وتفصل بيه كارنت. الايزوليتور لو جيت وصلت بيه كارنت او فصلت بيه كارنت اجزاءه بيحصل لها ميلتنج وبيحصل ارك شديد وبيلحموا ببعض وبيبوظ. يبقى جوه الايزوليتور لو سمحتوا ركزوا، مفيش ميكانيزم ان انا اطفي الارك بتاع التشغيل او الفصل. اما الكونتاكتور بيبقى فيه ميكانيزم ان هو يفصل ارك ايه؟ التشغيل او الفصل. ده ليه وظيفه وده ليه وظيفه. صح ولا لا؟ صح يا دكتور. طيب تمام. على فكره السيشن اللي انا قلته ده برضو سيشن مهم. طب هدردش معاكم شويه بقى. لما كان العيال بيروحوا شنايدر وكانوا بيخلونا نمتحن لهم في الانترفيو تكنيكال، كنت بسأل الواد دايما ايه الفرق بين الايزوليتور والكونتاكتور. اظن انتوا عرفتوا الفرق صح؟ ايوه. طيب كنت بسأل الواد برضو، طيب ايه الفرق بين الكونتاكتور هو شكله عامل كده والسويتش كسيمبل يا اولاد، الفرق باين ولا لا؟ دي دايره ودي نص ايه؟ ودي نص دايره، يبقى ده سويتش او لود بريك سويتش زي ما انت قلت من شويه، وده كونتاكت.
ايه الفرق بين الاثنين؟ مين يعرف؟ حول الله. لا ردوا عليا مين يعرف؟ السويتش بيكون مانوالي والكونتاكتر بيبقى دايما متوصل بسنسرز. سويتش بيكون ايه يا بنتي تاني؟ السويتش بتحكم فيه مانوالي لكن الكونتاكتر بيبقى متوصل بسنسرز او كنترول يعني. ايوه برافو عليك. السويتش بيشتغل مانوال والكونتاكتور بيشتغل اوتوماتيك، بمعنى انا لازم امد ايدي انا اقفل السويتش بدايره الباور دي، دايره الباور اللي فيها الكارنت بيمشي دي، اما الكونتاكتور بسلط عليه دايره الكنترول، ركزوا، تبعت تاكتيفيت السولونويد ده، فالسولونويد ده يقوم زق الكونتاكتور كده وانا بعيد، يبقى انا بمد ايدي في دايره مين؟ ها الكنترول، وبعيد عن دايره مين؟ عن دايرة ايه؟ ها؟ الكونتاكتور الباور. يبقى ده اول فرق، برافو عليك. طب ايه الحاجة الكومن بين الاثنين؟ ان ده يقون ويقوف على كارنت وده يقون ويقوف على كارنت. او السويتش لو كارنت والكونتاكتور بيهندل الهاي كارنت اظن؟ لا 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 لا، الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض، بس هو لا يستحب ان انا في الهاي كارنت اعمل سويتش عشان ما مدش ايدي في دايرة فيها هاي كارنت. تفهم؟ هي دي ميزه ان ده بيشتغل اوتوماتيك وده بيشتغل ايه؟ ها مانوال. طيب الفرق الاساسي ما بين السويتش والكونتاكتور والايزوليتور انتوا فهمتوه، الكونتاكتور والسويتش فيهم ميكانيزم يقدر يستقبل الارك في الاون والاوف ويطفيه، اما الايزوليتور ايه؟ ها ما يقدرش. عشان كده يا اولاد في السلايد اللي فاتت لو سمحتوا ركزوا، لما اجي اشغل الموتور بتاعي اوصل الايزوليتور الاول ولا الكونتاكتور الاول؟ لا الايزوليتور الاول وبعد كده الكونتاكتور. طب اما اجي افصل الموتور، افصل الموتور بالكونتاكتور الاول ولا بالايزوليتور الاول؟ لا في الحاله دي العكس بقى، بفصل بالايه؟ ها ها الكونتاكتور وبعد كده افصل مين؟ الايزوليتور. الايزوليتور. فهمتوا ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ولا لا؟ يا دكتور. ايوه دكتور. طب ايه ده بقى يا باشمهندسين؟ ده فيوز، والفيوز ده اولموست بيحمي منين؟ ها الشورت سيركت، فلازم يبقى معايا كمان ايه؟ ثيرمال اوفرلود. ليه؟ فحضرتك لو انت رحت موصل الحاجه دي كلها وصلت كده، الموتور هيشتغل دايركت من السبلاي ولا لا؟ ها مظبوط. فدي طريقه، مش طريقه يا جماعه، دايركت اونلاين يعني توكل على الله يا باشا ووصل السبلاي. ودي الطريقة الأغلب على معظم المواتير اللي بنشغل عليها، وخصوصا المواتير اللي الريتنج قليل فيها. الطريقة دي ما هياش سموث. يعني إيه ما هياش سموث؟ يعني بينشأ عنها ستارتنج كارنت عالي، لأن أنا ما حطيتش حاجة عملت ليميتيشن لمين؟ للستارتنج كارنت ده. وبما إنها ما هياش سموث فهتبدأ بستارتنج كارنت عالي، هيديني ستارتنج تورك عالي، ما ينفعش أشغل بيها إليفيتورز. هل ينفع كده وانت طالع الاسانسير تدوس يقوم البتاع مخبطك في السقف، ولا لازم يشتغل جرادوالي؟ ها جرادوالي يا جماعه. الستارتنج كارنت في الدايركت اونلاين بيوصل من 5 ل 8 اضعاف الاي نومينال بتاع الموتور، وبالتالي الستارتنج تورك هيبقى ايه؟ عالي قوي. وبالتالي الطريقه دي اللي هي على طول مني للسبلاي من غير ما احط حاجه تقلل الستارتنج كارنت في السكه، لازم تستخدم للمواتير اللي الريتنج بتاعها قليل. عشان كده اكوردنج للكود اوعى تعمل دايركت اونلاين على مواتير الريتنج بتاعها اكبر من كام؟ 5.5 كيلو وات. يعني لو الموتور 3 حصان تقدر، 4 حصان ما تقدرش. ماشي يا شباب؟ المهم قصدي 5.5 كيلو وات، لو الموتور ريتنج بتاعه اكتر من كده مرفوض تماما ان انت تعمل ستارتنج من غير ايه؟ ليميتيشن للكارنت. يبقى دايركت اون لاين هي مفيش طريقه ولا حاجه، انا توكلت على الله ووصلت السبلاي على الموتور واللي يحصل يحصل. ماشي؟ يا دكتور. قولوا ماشي.
شوية فيتشرز كده، وما زال الطريقة دي ان هي سيمبل، ان الكوست قليلة لان انا مش مستخدم حاجة زيادة، وبيبقى فيها هاي ستارتنج تورك. ممكن اسأل سؤال؟ هو ازاي الدكتور وليد حاطط هاي ستارتنج تورك هنا ميزة، وحاطط هاي ستارتنج تورك وكارنت هنا عيب؟ يعني منين هي ميزة ومنين هي عيب؟ اكيد هي ميزة طالما الابليكيشن محتاج ايه، ها الميكانيكال لود محتاج ايه، هاي ستارتنج كارنت، وعيب لو ما بيحتاجش الهاي ستارتنج كارنت. اتفقنا؟ عشان بس ما حد يقرا ما يقولش ايه اللي المجنون اللي عامله ده. في ابليكيشن ميكانيكال لودز يا جماعه بتبقى عايزه هاي ستارتنج تورك، يبقى هنا الدول او الدايركت اون لاين مميز. في ابليكيشن عايزه لو ستارتنج تورك، يبقى ده الدول ما هوش مميز. فاهمني؟ ها ايوه دكتور. طيب كمان من عيوب الطريقه دي ان حضرتك لازم البيك كارنت اللي بيعدي عالي ده الموتور يستحمله. يعني ايه الموتور يستحمله؟ اشرح سيشن. على فكره المحاضره مهمه، يعني انا قاعد في كل سلايد ربع ساعه اهو، انا بقول المحاضره مهمه وفرصه انكم موجودين عشان الكويز عشان تفهموا. يا دكتور اللي انت بتقوله ده، يعني ايه الموتور يستحمل البيك كارنت اللي بيحصل في الستارتنج؟ عارفين يا اولاد البروتكشن كيرف بتاع السيركت بريكر؟ هو كيرف أيوة. بيبقى عامل كده، ده بيبقى زمن الفصل وده بيبقى الفولت كارنت. الكيرف ده في منطقه في الاول هنا مش موجود فيها، يبقى دي منطقه التشغيل العاديه، صح؟ مظبوط. وفي منطقه لو حصل الكارنت وصل هنا السيركت بريكر هيفصل بس بعد زمن كبير شويه، بنسميها منطقه مين؟ وفي منطقه تانية بعد الاي ام بيبدا لو حصل فورت كارنت هنا بتلاقي الفصل في زمن قدره ايه؟ ملي سكند. والزمن ده ممكن يبقى اللي فوق ده ممكن يبقى مينتس، وساعات ممكن يوصل نص ساعه. طيب يبقى واضح كده، هو انا امتى هبقى محتاج افصل في ملي سكند لما يحصل عندي مصيبه؟ مصيبه يعني فورت اسمه ايه؟ شورت سيركت. شورت سيركت. شايفين الكيرف الجميل ده؟ قولوا اه شايفينه. واقف ايوه يا دكتور. طيب الكيرف الجميل ده بقى لو حضرتك الموتور بتاعك، وركزوا معايا، الموتور بتاعك بيعمل ستارت، فحصل بص 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 الايدي كده، فالستارتنج كارنت زاد 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 وعمل كده، فمين الكيرف اللي بالاسود ده؟ ده بتاع الموتور. ده الموتور كارنت، او بمعنى احرى ده الستارتنج موتور كارنت. ايه اللي حصل يا جماعه؟ الكيرف الاسود هيقطع البروتكشن من الاحمر ولا لا؟ مظبوط. فايه اللي هيحصل؟ كل ما حضرتك هتيجي تقول للموتور السيركت بريكر هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يفصل. هيفصل. كل ما حضرتك تيجي تشغل الموتور هتلاقي السيركت بريكر بيفصل. يبقى حضرتك كده مفيش تظبيط والتحمل للنورمال كارنت الستارتنج كارنت العالي ده. هو كده الموتور بيفصل فولت ولا بيفصل نتيجه الستارتنج؟ نتيجه الستارتنج. فحضرتك في الحاله دي مضطر تعمل ايه؟ ركزوا معايا يا جماعه لو سمحتوا، ركزوا معايا. حضرتك مضطر ان انت تشفت الكيرف ده، يقوم عامل كده، بدل الاحمر ده يبقى الايه بقى؟ ها يبقى الايه؟ الازرق، علشان خاطر ما يتدخلش مع مين؟ مع الستارتنج كارنت، والدنيا تعدي على خير. المشكله اللي انا بقول لكم عليها دي حصلت في بتروبيل، في برميه بترول، في موقع بترول كده في الصحراء، كانوا كل لما يجوا يشغلوا البامبس تفصل، كل لما تيجي يشغلوا البامبس تفصل، عشان في واحد راح لعب في كيرف مين؟ ها ها السيركت بريكر ده حصل فيه مشكله، فراح واحد مغيره
ما عملش السيتنج بتاعه الاي تي كيرف بتاعه زي القديم، فحصل تداخل بين الستارتنج كارنت وبين البروتكشن يا اولاد. فده كده انا ما بستحملش الستارتنج كارنت، وده غالبا ممكن يحصل اكيد في الطريقه اللي انا عمال بتكلم فيها اللي هي طريقه مين، ها ها دايركت اون لاين، عشان الستارتنج كارنت بيبقى عالي قوي. متفقين؟ متفقين. بالمناسبه ده مهم، لا الكيرفات وتداخلها ببعض ده مهم، وده بيسموه في السوق بره لما تيجي تشتغل ان شاء الله لازم تعمل ايه بقى، كوردينيت وبعض الاحيان بيقولوها في المكاتب تكاتشن، تعمل كوتشن كده ما بين ده وبين ده عشان تضمن لما الموتور يشتغل البروتكشن ما يتدخلش معاه. ماشي يا رجاله؟ ايوه دكتور. حلو قوي. اخر حاجه في الديس ادفانتج للدايركت اونلاين ان يحصل ميكانيكال هارش، يعني مش انت بيبقى عندك ستارتنج كارنت عالي بتوقع ان في تي ستارتنج برضو ايه عالي، فممكن في رجه جامده كده تحصل وممكن الموتور يتخلع من مكانه وممكن الشافت بتاعه يتكسر نتيجه الستارتنج كارنت بتاعه اللي عمل هاي تور. طب ايه الابلكيشن اللي بستخدم فيها اول طريقه في الستارتنج ان انت تستخدمه للمكن الايه، ها المكن الصغير اللي دايما بيستارت عند الفول لود علشان يقدر يستحمل التورك العالي اللي هيحصل. اتفقنا؟ اتفقنا يا دكتور. تاني طريقه الستار دلتا، مين يعرف هو ليه الستار دلتا بنستخدمها عشان تليمت الستارتنج كارنت؟ مين يقدر يقول لي كده بسرعه؟ في معلومه من الثري فيز ان شاء الله ان شاء الله يعني تكونوا خدتوها، هو انا لو السبلاي بتاعي واصل ستار في فيز بتبقى بقد ايه؟ اه دكتور بتبقى في لاين على كام؟ على جهاز الثلاثه صح ولا غلط؟ مظبوط. طب لو السبلاي بتاعك يا باشمهندس واصل دلتا ايوه هو يبقى الفي فيز هو الايه، ها الفي لاين. طب هسألك سؤال، لو انت في ايدك في البداية توصل الوايندنج بتاع الموتور ستار او دلتا، توصله ستار ولا توصله دلتا الاول وانت بتبدأ تشغل؟ طبعا انتوا عارفين ان الاي ستارتنج اكيد هيتناسب مع مين، مع الفي بتاع ايه، سبلاي. خلاص. فبالتالي لو انا شغال ستار هيبقى الفي فيز باللاين على جزء 3 صح، لو انا بدات بدلتا هيبقى الفي فيز هو الفي لاين. طب انا عايز ابدا بحاجه اقل عشان كده ببدا بايه، الستار. في الستار وبعد شويه اغير التوصيل ستار لتوصيل ايه، ها توصيل دلتا. طيب شادي بما انه رخم المفروض يسالني، فشاد ايوه دكتور بما انه رخم فالمفروض يسالني يقول لي هو ايه وجع القلب ده، طب ما نوصل ستار وخلاص بس. حد عنده رد؟ ايه ليه ليه يا عم انت ليه الاول توصل الوايندنج ستار وبعد كده تحولهم دلتا، ليه الوش ده ما توصل ستار وخلاص؟ كارت هيفضل قليل بالشكل ده، ايوه الفورس هيفضل قليل جدع وبالتبعيه التورك بتاع الموتور هيفضل قليل، وانا اللود بتاعي مش عايز كده، اللود بتاعي عايز الفي هو في ايه، ها لاين عشان يديني تورك ايه عالي ويشغل الايه الموتور بتاعي. يبقى انا لو انا سبته ستار بس الرد بمنتهى البساطه زي ما واحد زميلكم خدها باللوجيك كده كده، الفولت هيبقى قليل والتورك اللي خارج من الموتور هيبقى قليل، وده لا يناسب الميكانيكال لود بتاعي. الميكانيكال لود عايز في فيز قد الفي لاين، يبقى المفروض ان انا اوصل الاول ستار وبعد شويه وقت ركزوا كده احول لايه الوايندنج لايه لدلتا، يكون الموتور قام وبقى فيه باك اي ام اف فبالتبعيه الكرنت يكون اتظبط وقللناه. يبقى كده الستار دلتا بتحد او بتقلل من الستارتنج كرنت بالفكره اللي انا قلتها لك دي، ان
في الاول بيبقى الفي فيز باللاين على جذر 3 وبعد كده باخد في فيز هي ايه في لاين. بس كده اللي انا عايزك تفهمه؟ لا انا عايزك برضو تفهم حتتين مهمين عشان انا الان من الباك جراوند بتاعك بتاع الماشين. بقول لك يا شادي. يا دكتور. هو يا شادي الوايندنج بتاع الثري فيز اندكشن موتور يبقى ثري فيز صح؟ ليه كم طرف؟ ادي الطرف 2 3 4 5 6 دول كم طرف يا اولاد؟ 6. ده الثري فيز وايندنج بتاع الايه؟ ها انطقه بتاع مين؟ بتاع مين؟ بتاع الموتور. اهم يا جماعه ادي الست اهم، بصوا الروزيتات التوصيل ادي واحده 2 3 4 5 6 ادي واحده 2 3 4 5 6 ركزوا معايا يا حبايب الله يهديكم. يا دكتور اللي انت رسمه ده الكونكشن بوكس بتاع الموتور اللي هو اللي بتوصل بيها البوكس اللي فوق الموتور ده. لو كلكم شفتوا موتور هتلاقوا كده في كام طرف انا مزرقهم؟ طاو يا ابني كام طرف؟ 6. بص بقى الحلاوه دي في الرسمه اللي على الشمال دي، الراجل شايف الحديده دي اللي انا زرقتها دي، حاطط حديده فوق كده وموصلهم مع بعض، وانا لما اعمل كده يبقى الوايندنج وصل ايه؟ ستور. طيب لو انا عندي الستة طرف اهم اهم وعايز اوصلهم دلتا اعمل ايه؟ عارفينها طبعا، اعمل ايه؟ اوصل من دل ده من دل ده، شايفين ولا لا؟ من دل ده انا كده لو السبلاي داخل هنا هيشوف الوايندنج ايه؟ دلتا. يبقى دي توصيله الايه؟ دي توصيله ايه يا اولاد؟ لا طبعا دي توصيله ايه؟ ستار. دي توصيله ايه؟ ولا على الشمال الدلتا. يبقى لو انا معايا سته طرف للموتور وعايز اكنترولهم، لو وصلتهم كده الثلاثه مع بعض كده هيبقى الوايندنج السبلاي شايفه ستار. لو انت وصلتهم بدايه ونهايه بدايه ونهايه بدايه ونهايه يبقى السبلاي شايف الوايندنج ماله؟ ها دلتا. في الحاله دي هتبقى الفي فيز قليله، في الحاله دي الفي فيز هتزيد وهتوصل للفي لاين اللي انا عايز اشغل عليها الموتور. طب يا دكتور ايه الرسمه الخزعبليه اللي انت رسمها لنا دي؟ ممكن تركزوا معايا؟ دي دايره الباور بتاعت موتور ليه سته طرف بشغله ستار دلتا. ازاي؟ ركزوا معايا. الاول يا اولاد بقوم دايس على الكونتاكتور او موصل بالكنترول، اخلي الكونتاكتور كي ام 2 ده يشتغل. كي ام 2 يشتغل معنى كده ان السبلاي ماله؟ انطقه. واصل على مين؟ واصل على الموتور. نفس اللحظه بقوم مشغل الكونتاكتور كي ام 1 بدايره الكنترول. طب لما كي ام 1 ده يشتغل هيبقى الراجل قفل على الثلاث اطراف بتوع الوايندنج ولا لا بتوع الموتور؟ فكده انا مشغل حاليا ايه؟ ستار. بعد ما بدوس على دايره الكنترول اللي بتشغل لي كي ام 1 وكي ام 2 في نفس الوقت بشغل تايمر. على فكره ركزوا، بشغل ايه؟ تايمر. التايمر ده بيعد كام ثانيه؟ بيعد 10 ثواني، 5 ثواني، 8 ثواني، بظبطه زي ما هو عايز. وبعد ما التايمر بيعد السيتنج بتاعه اللي انا مدخله له سي مثلا عدى 8 ثواني، بيبعت سيجنال. السيجنال دي تعمل ايه؟ ركزوا معايا. تفصل كي ام 1 وتشغل كي ام 3. تشغل كي ام 3. يبقى كي ام 3 ده انديكيشن عن التوصيل ايه؟ ها بدايه بنهايه، بدايه ونهايه، بدايه ونهايه، بدايه بنهايه. فكده الوايندنج وصل ايه؟ وصل دلتا. اللي انا بقوله لكم ده كلام مهم لازم تبقى عارفه، ان الستار دلتا بعمله عن طريق ثلاثه كونتاكتور،
كونتاكتور كي ام 2 ده معناه توصيل السبلاي. كونتاكتور كي ام 1 بيقفل لك الوايندنج بتوع الموتور الاول ستار، وفي نفس الوقت اللي بيشتغل فيه كي ام 1 وكي ام 2 بيشتغل معايا تايمر في دايره الكنترول، ودي بنعملها عن طريق اي تايمر سيركت. وساعات البي ال سي بيعمل زي الارت، فالتايمر بعد ما يعد السيتنج بتاعه يقوم باعت سيجنال، السيجنال تفصل مين وتشغل مين، تفصل ها كي ام 1 وتشغل كي ام 3. معنى كده ان تحول من ستار لايه؟ دلتا. دلتا الدايره اللي بتوصف اللي بقوله ده دي اسمها دايره الباور، اسمها دايره ايه؟ ها باور. دكتور دايره الباور يعني ايه دايره الباور؟ يعني حضرتك من بقول كونتاكتور كي ام 2 وكي ام 1 بياخدوا اشاره من دايره الكنترول يشتغل، معنى ان انا موصل كي ام 1 دي ان انا كده عامل الوايندنج ستار، صح؟ مظبوط. طيب بعد وفي نفس الوقت بيشتغل تايمر، تايمر ده يعد 8 ثواني 10 ثواني يكون الموتور قام، فالتايمر ده بعد ما بيعد السيتنج تايم بتاعه بيبقى مبعت سيجنال للكنترول سيركت اللي بتبعت سيجنال هنا تقوم فاصله كي ام 1 ومشغله كي ام 3، كده الوايندنج بتاع الموتور توصل ايه؟ ها؟ توصل دلتا. طيب اللي مرسوم قدامك ده، انا بس المعلومه اللي انا كنت عايز اشرحها لكم، ان اللي مرسوم قدامك ده دايره الباور. معايا يا اولاد؟ في دايره تانية للكنترول باماره ان التايمر مش موجود هنا اللي الدكتور حكى عليه اللي بيفصل بين المده الزمنيه بتشغيل الستار والدلتا، في دايره تانية اسمها دايره ايه بقى؟ ها دايره كنترول، ودي بيبرمجوها عن طريق حاجه اسمها لادر، لادر دايجرام في البي ال سي، وبيبعتوا سيجنال للبي ال سي يبعت الكنترول على كي ام 1 وكي ام 2 وكي ام 3 ويشغل تايمر وبيظبط لك الدنيا. الستار ميزته ان الفولت بتاعه اقل من الفولت في حاله الدلتا، فببدا بيه يبقى الكرنت تتحدد شويه وبعد كده بحول ايه؟ بحول دلتا. مفهوم ولا؟ مفهوم. طيب الليزر بوينت اشتغل الاحمر ده ولا لا؟ ايوه دكتور. الحديده دي علامه على ان الكونكشن ده ماله اخر مره؟ ها ها ستور. وهنا بدايه بنهايه ومواصلين بنواهي بعض والكلام ده، ده علامه ان التوصيل ايه؟ ها التوصيل دلتا. ده الفل. طيب من الفيتشرز بتاعت الستار دلتا ان الستارتنج كارنت قل، كان في حاله الدايركت اون لاين من 3 ل 8 اي نومينال، هنا لا الستارتنج كارنت من 3 ل 4 اي نومينال اقل من اللي فات، كمان الستارتنج تورك بيبقى قليل. ميزتها ان هي سيمبل واكونوميكال ستارتر، اما الديس ادفانتج بتاعها ان هي بما انها بتحجم الستارتنج كارنت فالستارتنج تورك بيبقى ايه يا اولاد؟ ها بيبقى قليل. وكمان ما هياش طريقه ادجاستبل، ده هي يا ستار يا ها دلتا، يعني انا باخد يا في لاين على جذر 3 احوله لفي لاين، مفيش ان بتوين، ما عنديش ان انا اطلع بالفولت بتاعي جرادولي ولا حاجه، هي مرحلتين ستار بعتها دلتا، عشان كده قال عليها ايه من ضمن الديس ادفانتج انطقه ان هي نون ادجاستبل ستارتنج بارامترز. طيب بتستخدم في ايه بقى؟ بتستخدم للفانز وبتستخدم للسنتريفيوجال بامبس، نوع معين من البامب اسمها سنتريفيوجال بامبس والصغير منها كمان. عامه الستار دلتا طريقه مميزه للمواتير اللي ما بتشتغل ما بيبقاش واصل عليها اللود، اللود بيوصل بعد ما الموتور يبدا يشتغل. ده الستار دلتا. السوفت ستارتر مش غريب عليكم، انا خلاص فاضل لي دقيقتين لو سمحتوا في المحاضره. الطريقة الثالثة اللي أنا بتكلم عليها عشان أعمل ستارتنج لثري فيز اندكشن موتور وأقلل الستارتنج كارنت هي طريقة السوفت ستارتر. إيه طريقة السوفت ستارتر دي؟ باجي على كل فيز أحط باك تو باك سايرستور، شايفينهم ولا لأ؟ أيوه ده. فده لو الثري فيز داخل هنا أدي فيز A اللي هي ريد ويلو وبلو، وده باك تو باك سايرستور على كل فيز. إيه السايرستور ده؟ السايرستور ده دايود بيوصل بمزاجي زي ما علموكوا في الباور الكترونكس. مين بيديكوا باور الكترونكس؟ دكتور مصطفى مرعي صح؟ ايوه.
طب دكتور مصطفى مرعي قال لك ايه؟ قال لك ان الثايرستور ده هو كنترولابل دايود، يعدي لما اعمل له فايرنج، لما اعمل له اكسايتيشن وابعت له فايرنج سيجنال على الجيت بتاعته. فركزوا معايا، فلو الانبوت فولتج اللي داخل على التو ثايرستورز دول هو الفي ساينوسويدال اللي هو الازرق الجميل ده اللي فوق، وجيت انت الجيت الاولانيه رحت عامل لها فايرنج هنا، والجيت الثانيه بتاع الثايرستور الثاني عملتها فايرنج هنا، بين الفايرنج ده والفايرنج ده كام درجه؟ 180 درجه. معايا يا اولاد؟ ما حضرتك كده. فايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت هيخرج حته فولت صغير يتناسب مع حته الساين اللي انا في البوزيتيف هاف سايكل اللي من ساعه عملت فايرنج هنا، وفي النيجاتيف هيعدي حته فولت صغير ده قد ده. يبقى كده الفولت الار ام اس بتاعه قليل ولا كبير؟ انطقه قليل. طب وبعدين بعد شويه هعمل فايرنج بس هاخد حته ساين اكبر، بعد شويه كمان هعمل فايرنج واخد نص الساين، بعد شويه هعمل فايرنج لحد ما اخد الساين كامله. الحركه دي بتضمن لك يا باشمهندس ان الفي اوتبوت ده بيزيد جرادولي، كل ما بتزحف الفايرنج انجل بتاعتك كل ما الفولت بتاعك بيزيد جرادولي، من حته ساين صغيره بدات تكبر 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 لحد ما الفايرنج تعمله وتاخد الكومبليت ايه؟ الكومبليت ساين. فبما انك قللت الفي اوتبوت بعد الباك تو باك ثايرستور بالتبعيه للستارتنج كارنت كمان يا اولاد، مش هيبقى الساينوسويدال الكبير ده، هيبقى الحتت الحمراء دي شايفينها ولا لا؟ اللي بتتناسب مع مين؟ ها؟ مع الفولت. يعني لما كان الفولت قليل كان الكارنت قليل، لما الفولت هنا زاد الكارنت زاد، لما الفولت خلاص بقى طبيعي الكارنت وصل للطبيعي، وانا عديت مرحلة الستارتنج على خير، عديت مرحلة الستارتنج على خير. يبقى ببساطة كده السوفت ستارتر فكرته باك تو باك ثايرستور، وبتحكم في الفايرنج بتاعه عن طريق ان انا بعدي بالس تضمن لي ان الاوتبوت اللي خارج فولت قليل. ففي لحظه التشغيل لو الفولت قليل هيبقى الكارنت قليل، كل ما حضرتك ترحل في الفايرنج ده كل ما الفولت يزيد جرادولي معاك بالشكل اللي انا عامله ده. شايفين؟ لو سمحتوا ركزوا، شايفين الاحمر اللي تحت الكيرف الساينوسويدال في الكارنت اه ولا لا؟ ها ايوه. طب لو انا حسبت الار ام اس هتلاقي الار ام اس في البدايه كان كام؟ صفر. واللي بيحصل للار ام اس كارنت الناشئ من الويف اللي فوق الحمراء دي عمال بيزيد ايه؟ بيزيد مع التايم. يبقى انت عملت ليميتيشن للستارتنج كارنت في البدايه ولا لا؟ ايوه. ها؟ وزاد سنه سنه معاك. ده بقى كومبليتلي ادجستبل، لان انا بعمل قيم مختلفه للفولت وبزودها جرادولي وبنعومه وعن طريق باك تو باك ثايرستور وبالباور الكترونكس بتاعي. اتفقنا؟ السوفت ستارتر ده موجود في الصناعة وشكله في الحقيقة اهو، ده مثلا سوفت ستارتر بتاع شنايدر ايام ما كان اسمها مارلين جران. ميزته ان الستارتنج كارنت ملوش قيمة، هو ادجستبل، يعني ممكن الكارنت من 1.5 IN ل5 IN. الستارتنج تورك بما ان الستارتنج كارنت ادجستبل يبقى الستارتنج تورك برضو ادجستبل. مزاياه فولي ادجستبل كومباكت ايزلي ادابتد تو ذا ابلكيشن، عن طريق تغيير الفايرنج اقدر احكم معدل زياده في الكرنت زي ما انا عايز حسب الابلكيشن وحسب الميكانيكال لود اللي واصل عليه. مزاياه قلناها، فكرك اول حاجه في عيوبه ايه؟ انطقه. هتقوله ايوه الكوست بتاعته عاليه. هو السلايد باينه ولا مش باينه يا اولاد؟ باينه يا دكتور. طيب إيه ليه الكوست بتاعته عاليه؟ هو كبرودكت هو اكويبمنت غالي شويه في السوق، هيزود عليك التكلفه وانت بتشغل الموتور. العيب الثاني واللي لازم تكونوا فاهمينه ان هو بيعتمد على باك تو باك ثايرستور، يعني في حاجه الكترونكس موجوده، يعني الكرنت بيبقى شكله مش ساين زي الفولت اللي داخل عليه زي السبلاي. فبيبقى ركزوا في اللي هقوله ده، الموتور لو هو موتور بس من غير سوفت ستارتر انا بعتبره لينير اليمنت، لان كويل طبيعي الفولت هيبقى ساينوسويدال والكرنت هيبقى ساينوسويدال. اما لو الموتور راكب عليه سوفت ستارتر الكترونيك فهيحوله من لينير لود لنون لينير ايه لود، فبالتالي الباترن بتاعت السبلاي فولتج والكرنت اللي معدي فيه الموتور هيبقوا مختلفين، فده هينشا عنه ان يحصل انجكشن لمين؟ ها
الهارمونكس والكلام ده انا شرحته قبل كده. انت ده بيستخدم في اي ابلكيشن عايز سموث ستارتنج، زي مين؟ زي الكونفيرز وزي السنتريفيوجال بامبس. يبقى دي الطريقه الثالثه للستارتنج. اول طريقه ما هياش طريقه الدايركت اونلاين، دي توكلنا على الله، الموتور ريتنج صغير وصل عليه. الطريقه الثانيه طريقه ما هياش ادجستبل قوي، لان انا بغير الفولت من في لاين على جذر 3 بعد شويه بحوله الفي لاين وخلاص خلصنا، اللي هي طريقه الستار دلتا. اما الطريقه اللي انا بعمل بيها ادجستنج والنظر بتاعها سهل خالص، هي طريقه مين؟ ها ها السوفت ستارتنج. واعتقد ان مصطفى شرحها لكم كابلكيشن للباور الكترونكس، صح ولا لا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، كده احنا خلصنا اولاد الستارتنج ميثود. من المحاضره الجايه هنتكلم بقى بالتركيز على السبيد درايف. على قد ما محاضره النهارده فيها فير كتير، الا ان هي مهمه. اتكلمت على الموتور، عملت عليه مقدمه بانواعه، قلت لك الباور فلو في الموتور بيمشي ازاي، واللوسز فين في الكبر والايرن، وساعات بيبقى فيه ميكانيكال وفريكشن لوسز. اتكلمت وقلت لك ان الافيشنسي بتاعت الموتور، والموتور عشان تشغله بكفاءه عاليه لازم تبقى الميكانيكال لود متناسب مع الريتنج بتاعه، لازم تختار لو انت عايز تعمل تورك سبيد كاركترستيك سبيد درايف لازم تشغله على باور فاكتور عالي، لازم تميتيجيت الهارمونكس عشان ما تعملكش بالسيتنج تورك، لازم كذا لازم كذا. اتكلمت ان الموتور ليه ثلاثه مود في التشغيل، انطقه ستارتنج خلصناه، الستارتنج كارنت بيبقى عالي وعرفنا نحكمه ازاي، والمود الثاني الستيدي ستيت، والمود الثالث اللي هو بتاع الايه، ها بتاع البروتكشن. شرحت لك ان الام سي سي امتى بقول عليها انتليجنت موتور كنترول سنتر، شرحت لك ان الستارتنج كارنت ده حاجه خطر ممكن تعمل كونفليكت مع البروتكشن، وكل لما تيجي تشغل الموتور البريكر يفصل، يبقى لازم في البروتكشن سيتنج تظبط حالك. شرحت لك الدايركت اون لاين مزايا وعيوب وهي ايه، شرحت لك الستار دلتا مزايا وعيوب وهي ايه، وقلت لك الوايندنج بيوصل ازاي في حاله الستار وفي حاله الدلتا، ووريتك البوكس بتاع التوصيل بتاع الموتور وهو واصل ستار وهو واصل ايه دلتا، واديتك الباور دايجرام اللي بيشرح لك هو ازاي الموتور في البدايه بيشتغل ستار وبعد كده يحول دلتا. الفاصل بين مرحله الستار والدلتا في دايره الكنترول ببقى مشغل ايه يا شادي؟ شادي ببقى مشغل تايمر، ببقى مشغل ايه؟ تايمر يا دكتور. تايمر. والسوفت ستارتر خدناه مع دكتور مصطفى عن طريق الفايرنج، بعمل فايرنج للجيتس بتوع الباك تو باك سايرستور بطريقه معينه بحيث ان الانبوت يخش لي ساينوسويدال كامله، يخرج عند الاوتبوت بتاعي فولت بيزيد جرادوال، لما الفولت يزيد جرادوال يقوم الكرنت برضو زايد ايه؟ ها؟ زايد جرادوال. ليه مزايا وعيوبه؟ ليه مزايا وعيوبه السوفت ستارتر. اي سؤال؟ اي سؤال؟